انت مش هينفع تبقى مميز غير ما تكون احسن واحد في اللي حواليك. وعشان تبقى احسن واحد دايما فمفيش مجال للخساره، لازم تفوز في الماتش، لازم شركتك يبقى دايما سهمها في الطالع، لازم تأدي احسن اداء عشان تفضل متشاف من نفسك ومن اللي حواليك على انك ناجح. مفيش مجال انك تيجي رقم 2، لازم تحافظ على الصداره. انت وعزيزي مستحيل، لازم يجي عليك مره وتخيش. ولكن بما انك ناجح واستثنائي ومشهور فلا